الأهالي بتبقى قلقانة على أولادها في المرحلة دي لأسباب كتير. طبعاً. هو بيروح النادي، بيقعد وقت طويل، قاعد في البيت بس قافل أوضته عليه، ماسك أجهزة في إيديه. أنا ممكن ما كنش على دراية أو وعي كافي بما هو يتابعه أو يشاهده. فالفكرة هنا إن وكمان بقى زود عليها لو هو طفل أو مراهق ما بيتكلمش سواء ولد أو بنت، إن أنا بسحب منه الكلام، إن أقعد أتناقش معاه عشان أعرف منه معلومة، حصل له إيه في النادي، حصل له إيه في المدرسة، مين ضايقه، مين أسعده، مين. فده برضو في حد ذاته مجهود كبير على أم بقى بتشتغل وراها البيت وراها تودي تمارين وتودي طبعا دروس وتعمل. فإزاي المعادلة دي تكون سليمة وخلي ابني هو اللي يجي يفضفض ويقول حتى لو هو قليل الكلام. بصي دايما بيقولوا لنا كده في علم النفس في حاجة اسمها الميرورينج أو المراية. لو أنا عايزك تتكلمي أسهل طريقة أخليكي بيها تتكلمي إن أنا أتكلم معاكي عن نفسي. فلو أنا اتكلمت أنا النهاردة عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، مرة في التانية في التالتة هتلاقي إيه اللي هيحصل. تلقائي بنفس فكرة الميرورينج. لو أنا قدرتك واحترمتك هتقدرني وتحترمني بغض النظر عن السن. فإحنا اتفقنا على قاعدتين أساسيتين. الأولى حط شوية وقت الأول معاه وقعد اتكلم معاه واسمعه، فبالتالي الإنغلاق أو القفلة دي مش هتحصل، لأنه متعود أنه آخر كل يوم آخر كل أسبوع يروح لبابا يقول له أنا عملت كذا كذا كذا، يروح لماما من غير نقد وحكمة. في لغة لو نقدنا لو نقدنا وحكمنا مش هيجي تاني، خلاص خلصت أنا اللي قفلتها. طب لو ما قدرتش أعمل كده والوقت اتأخر ما بنتش الفكرة دي إلا بعد وقت طويل، هو الفكرة دي تبدأ قبل سن المراهقة. احنا اتفقنا كل ما يحدث في سن المراهقة لازم التحضير ليه من ما قبل. لكن لو أنا دلوقتي معايا أولاد في سن المراهقة عامل إيه؟ احكس الآية. فأنت عايزه يتكلم معاك ما تسألوش، اتكلم أنت معاه قول له النهاردة عملت كذا 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 في الشغل. وساعات بيلعبوا لعبة اعكس الأدوار. يعني اعكس الأدوار؟ قول له اعتبر نفسك بابا لمدة ساعتين هتعمل إيه. أنا مرة جربتها مع ابني بمنتهى البساطة، ابني أصغر شوية من سن المراهقة أو داخل عليها يعني، وجربتها معه قلت له أنت بابا ساعتين وأنا ابنك، أول حاجة هتعملها إيه؟ بس العب دور بابا صح. أنت واخدها من العيال كبرت المشهد ده من حتة صغيرة. أول حاجة قالها لي قال لي روح ذاكر. أول حاجة بيخلص كده شوف اللي وراك يا ابني. قلت له حاضر. قال لي يلا بقى لك خمس دقايق قاعد تتكلم معايا يلا قوم ذاكر. فهي الفكرة ايمانا بفكره الميرورنج اللي انا بقوله له انا. بس هو ده مميز، حضرتك هتشوفه بيفكر ازاي بالظبط حقيقي. فلو لعبنا لعبه عكس الادوار هتلاقي قدر يتفهم اكتر هو انا ايه الموقع اللي انا فيه وايه الموقع بتاعك وامتى ازاي نقدر نتكلم ونسمع بعض اكتر. النقطه احيانا اللي بنقع فيها كاباء وكامهات في اوقات كثيره ان انا اقول له على فكره التصرف اللي انت عملته ده مش زي ابن خالتك اللي قدك، شوف نفس السن ونفس مش عارف ايه، وبرضو انت ما اهتمتش مثلا بحاجتك اللي معاك في النادي وضاعت. صحيح. ده تصرف. بص انت عارفه دايما دايما المقارنات احنا مش عايزين ندخلها في فكره مقارنات او مين احسن ومين اوحش، بس احنا عايزين نوصلهم لحاجه افضل من كده شويه، فكره الرول موديل. انا دايما عايز اوصل له مش ابن خالتك او ابن عمتك او اخوك حتى احسن منك في كذا وكذا، لانه دي بتخلق عنده شويه حساسيات كده في التعامل. لكن التحفيز الاكتر تعالى اوريك رول موديل. يعني ايه رول موديل؟ بص الشخص ده عامل ازاي والقدوه دي يبقى شايف ان هو فعلا يقدر يتعلم منها حاجه. لانه برضو نرجع للسيكولوجيه بتاعتنا، احنا ازاي بنتطور؟ بشوف حد عمل 1 2 3 4 كويس فابتدي اعمل زيه او اقلده. فانا لازم احاول اقرب له فكره الرول موديل. وطبعا دايما اكتر رول موديل في البيت بيبقى بابا وماما. ده دايما في المقام الاول يعني.